السلام الله عليكم متابعي قناة المرشد التقني، مرحبا بكم في درس تطبيقي جديد من تطبيقات برنامج الفوتوشوب. خلال هذه الحلقة سوف نتعرف طريقة مسح أي كتابة من أي صورة عن طريق أداة بسيطة جدا في برنامج الفوتوشوب. قبل بداية هذا الدرس لا تنسوا الاشتراك في قناة المرشد التقني لتتوصلوا بمجموعة كبيرة من الشروحات التقنية في مجموعة من المجالات. فلنتابع الشرح. إذن أول شيء سأقوم بفتح برنامج الفوتوشوب، نعم هو، ثم فايل أوبن وأختار الصورة أو الكتابة التي أريد محوها، وهكذا يتم التصوير بالمناسبة. أقوم بإزالة القفل، ثم أقوم بالتكبير على الجزء الذي أريد محوه. إذن سأقوم بمسح هذه الكتابة شهيدا، كلمة شهيدا سأقوم بالتكبير عليها، ثم أضغط على هذا الزر أو أجد الأداة التي أبحث عنها هنا. إذا سأقوم بالضغط على زر البحث، ثم أقوم بكتابة سبوت. أقوم فقط بكتابة سبوت، والأداة اسمها سبوت هيلين براش تول، إذا موجودة هنا كذلك، ها هي. وأقوم بضبط إعداداتها، بضبط إعدادات السايز بالنسبة للفرشاة، سأختار هذا الحجم وأقوم فقط بالضغط على الكتابة فوق الكتابة. كما تلاحظون يتم مسح الكتابة بطريقة جد احترافية، يعني كما قلت سلفا هكذا يتم تزوير الوثائق فقط ببرنامج الفوتوشوب. إلى هنا نصل إلى نهاية هذا الشرح. لا تبخلوا بالاشتراك قناة المرشد التقني لتتوصلوا دائما بجديد شروحاتنا التقنية. دمتم في رعاية الله.